كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ يو 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 فيديو اليوم مختلف تماما، ولكن قبل الفيديو سأقول لكم شيئا. أنا المهرج الوسيم، والمهرج يضحك الناس ولا يخيفهم، وليس كما يعتقد الكثيرون أن المهرج قاتل أو مخيف. هل فهمتم ذلك؟ والآن لنبدأ حلقتنا، وعنوانها الأزعر. نعم الأزعر، سنتكلم عن الأزعر. الأزعر اللي بكون ماشي بالشارع ومش عاجب حدا. ومفكر حاله أقوى من الكل. ليش يا أزعر؟ ليش؟ وإذا حدا طلع فيه بالغلط بحكي له إيه شمالك بتطلع على شمالك، وهذاك بكون مسكين أو بده يختصر مشاكل، وبقول له أنا بطلع على كل الناس. يا سيدي أنا آسف. بس هذا الأزعر، لا لا مش هيك، لا ما بتمشي هيك، لا 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 بحكي له لا انت كنت تطلع علي انا، ليش بتطلع علي؟ بدك تحكي هسا. برد عليه يا سيدي انا اسف، انا اسف غلطنا ومنك السماح. بس الأزعر تمشيش معاه بالمرة. طب ليش هيك يا أزعر؟ ليش؟ وبرد على الزلم الغلبان مش عندي آسف ومش آسف، ولا رح أمشي لك إياها. هسه بدك تتحاسب، ولك أنت بتعرفنيش أنا مين. لا يا أزعر لا، صدق ما عرفناك. مين ما كنت تكون؟ شو يعني؟ شو يعني؟ وهذاك برد عليه ولك طول بالك يا زلمة، احنا شو عملنا؟ يا زلمة طول بالك مش مستاهلة. ولك شو ما طول بالي ما طول بالي؟ شو لنا وين بتبيعوا الحكي مضوي؟ والله لأرب المنطقة كلها فيك والله. بعدين هذاك بتفقع معه على الآخر وبحكي له يا زلمة اسمع، انت الظاهر المنيح بمشيش معك بالمرة، روح سوي اللي بدك اياه واعلم بخيرك اركبه. برد عليه الأزعر، طبعا هذا اللي بده اياه بده اياه تشعلل تشعلل تشعلل. هسه بورجيك شو بدي اسوي، والله لخليك تندم على اليوم اللي شفتني فيه. طب روح 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 من هون يا عمو، مش فضيلك، روح روح روح. انا الازعر بتكبس معاه على الاخر، وبتيجي على باله اغنية والمحترم الثاني بتيجي على باله أغنية ويلي ويلي مني عادينا يا ويلي توحش الدنيا ويا مدمس هلال نهش مخشوم.
وهيك بكون الأزعر انشحن على الكامل. وشوف وشوف بده يعمل. أيوة، ما دام القصة هيك أنا بدي أورجيك اليوم موتك على إيدي. لا 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 لا، قتلته يا أزعر، ولك حرام عليك زلمي غلبان، قتلته حرام عليك. شفته شو عمل الأزعر في الشب المسكين؟ طلع أزعر عن جد؟ لا، أزعر على حاله مش علينا، ماشي؟ أصدقائي، المراجل عمرها ما كانت كل إشي في الحياة، والواحد لازم يستخدم عقله لو شو ما صار معاه. وأنا بالنسبة إلي لو شفت أزعر بالشارع بشرد على الشارع الثاني. يو يو يو. لا، ما بشرد، بوقفه عند حده. وهيك يا أصدقائي بكون خلص فيديو اليوم، ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتكتبوا لنا بالتعليقات بتحبوا شخصية المهرج لوسي. أنا بحبكم كتير كتير كتير. يو 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 يو. إلى اللقاء أصدقائي الرائعين، إلى اللقاء، إلى اللقاء. لا تنسوا تشتركوا في القناة.